الخبر الاول اللي عدنا، اوكي الحمد لله يا رب. اي واحد بهذه الدنيا راح ينظلم او يصير عليه كذب، بنهاية حبايب هذه الدنيا دوارة وراح يشوف رب العالمين كل اللي قاعد يصير، وما راح يخلي احد مظلوم بهذا العالم. ليش قاعد اقول هذا الشيء يا حبايب؟ بالنسبة للاشخاص اللي يتذكرون انه من حوالي تقريبا 6 اشهر بدأت دراما بيني وبين جواني ضد بيسان اسماعيل وانس الشايب، وما يتجمل لما طلعت الفيديو صارت تحرض على محمد جواني وبيسان وانس دعموها. بعد يا حبايب صرت انزل لكم فيديوهات واكشف لكم حقيقة ما يتجمل، وبنفس الوقت اكشف لكم حقيقة بيسان وانس الشايب، ونزل الدستراك، واخر شيء يا حبايب نزلنا المقلب الاول اللي كشفت بكل الحقائق بالتسجيلات الصوتية. ورغم هذا ضليت انزل عن كشف حقيقتهم كشف حقيقتهم حتى ما اخر شيء يا حبايب نهاية القصة، بس نزلت اللي هو المقلب الثاني يا حبايب اللي انكشفت بيه الحقيقة بالكامل هم بالتسجيلات الصوتية، وانكشفت بيه انه هم الغلط وانه محمد جواني هو الصح واحنا الصح. وبعد هذا يا حبايب وقفت وصرت ما انشر عليهم اي شيء. ولكن اليوم يا حبايب ما يتجمل بعد كل هذه الفترة تطلع وتكشف الحقيقة بالكامل من بداية مسيرتها بالسوشيال ميديا، الى شلون انس الشايب التقت وياه، وشلون هو سرق حساباتها بالانستغرام والسناب شات، وشلون كانوا على علاقة حب لما هو كان ينام وياها على مكالمة واحدة، الى بعدين التقى بيسان اسماعيل وخانها وياها وعافها المايد جمال. وبعدين صارت تحكي مايد جمال انه شلون التقت ويا ناجي القاق الشخص الطيوب اللي ساعدها واللي رجع رفعها من جديد. راح نكمل لكم القصه يا حبايب بالكامل، لكن راح نشوف ستوريات مايد جمال اللي هي قاعده تحكي بيها وتشرح كل شيء قاعد يصير، وحنبدا نشوف الستوريات راح اشرح لكم كلمه كلمه هي حكتها، لان هي نوعا ما كانت تحكي بالالغاز. مرحبا حبيباتي، كيفكم؟ يعطيكم العافيه جميعا. ردا على الاسئله اللي عم تسالوني اياها، انه مايا انت مين طلب منك تصوري معه، وانت من مين طلبت تصوري في السوشيال ميديا من الناس المشاهير؟ طبعا اول شيء انا بتشرف في كل اصدقائي في السوشيال ميديا. ثاني شيء انا بحياتي ما طلبت ولا من اي مشهور اني اتصور معه، وبحياتي ما زحفت لاي مخلوق في الدنيا، والناس بتشهد في هذا الشيء. طبعا انا مش طبعي اني اجي ابعث لحد واقول له بدي اتصور معك، هذا الاشي مستحيل. وثمان شوي اكمل لكم الموضوع. الموضوع طويل شوي، تمام؟ على الستوري اللي بعده نكمل موضوعنا. طبعا حبايبي انا بالبداية ما كنت يعني كنت من جماعة السناب شات من 2015. فاول حساب فتحته في انستغرام كان بال 2019 اخر 2018، يعني 2019 بداية 2019 يس. صار عندي 130,000 على الانستغرام، ما كنت كتير اعرف له، ما كنت اعرف انزل ستوريات، يعني جديدة كنت في الحساب. دخل علي حدا من المشاهير تعرفوا علي نعم تقصد ان هي التقت بواحد من المشاهير اللي هو انس شاي وبتعرف عليها وتارد ينصر شغل بيناتهم، صار بده يصور معي وهيك. وبعدين ما اتفقنا، كنت معطيته الباسورد، ما بعرف كيف اني انا كنت كتير بأمن في الناس. سرق حسابي وعمل حاله انه هو ما معه خبر وانه هو بحاول يرجع للحساب. المهم الله يسامحه، نكمل لكم القصة شو صار. فتحت حساب جديد حبايبي، رح احاول اختصر لكم بقدر الامكان. رجعنا من جديد، فتحنا حساب جديد، بلشت فيه بما انه كان عندي سناب شات من 2015 مشهور، وعندي برنامج تاني اسمه لايف دوت مي برضو كمان مشهور. طبعا البرنامج لهلا عندي بس انا مش اكتف عليه، تركته. بيوم الايام بيجيني بعد ما يعني بلشت في الانستغرام وهيك رجعت، بيجيني شخص من الاصدقاء وحكى لي طلب مني انه طلب، قال لي انه في واحد مشاهير حاب يطلع معاكي باللايف وحسابه متبند وراح يطلع معاكي من حسابي بدون ذكر اسامي طبعا. وانا وافقت وطلعت، يعني كان يوم خميس، يوم خميس اللي بعده احنا طلعنا واتفقنا وبلشنا تصوير ونكمل القصة. صورنا وخلصنا وتعبنا وسافرنا وعملنا دعايات في تركيا، وصارت مشاكل في تركيا مع الشخص نفسه اللي انا تمشكلت معاه من فترة. صارت كتير مشاكل ورجعنا على الاردن، وبس رجعنا على الاردن بسبب هاي المشاكل اجت برضو بنت كانت تعرف هذا، يعني خبيصة كبيرة، فجأة صارت بتصور معي لأنا بصور معه، وفجأة هو سرق كل حساباتي. الله يسامحه طبعا، احنا تسامحنا وتصفينا وخلص، ما في اشي ولا ذكرنا اسامي ولا اي اشي، بس انا بقولكم القصة الحزينة اللي صارت معي. ويقول هنا بعد مسافرة التركية يا حبايب التقت بأن الشايب وصارت المشكلة اللي بيناتهم لما أنس خانها ويا بيسان. طبعا هذا حجي هو كله قديم تقريبا من عام 2020، وهي تركته ورجعت للأردن. رجعني على الصفر، على رقم تحت الصفر، يعني رجعت فتحت حساب تيك توك بلشت فيه، هي صار 800,000 طبعا. دخل علي شخص لما كان عندي 8,000 في الحساب الجديد اللي هو هاد،
صار عندي 8000. فجأة بيجيني شخص ملاك من السماء منزل، هذا الشخص ما شفتش زيه بالسوشيال ميديا، وتقول هنا التقط بشخص ملاك واللي هو ناجي القرقة اللي ساعدها انه يرجع يعيشها بالسوشيال ميديا، بعدين سوى وياها مقاطع ردت فعل جابت فوق 5 مليون. مش حد في كل شيء، انسان محترم كثير لدرجة لا توصف. هذا البني آدم طبعا كمان بدون ذكر أسامي، هذا البني آدم أنقذني. زي ما قلت لكم طبعا الشخص هذا أحسن شخص قابلته في السوشيال ميديا، كان كثير محترم مؤدب، محترم خلوق جدا، ما شفته بأدبه وباحترامه عن جد. يعني الله بيعطي البني آدم شغلات وبياخذ منه شغلات، عرفتوا كيف؟ انسرق حسابي، اجى بني آدم ساعدني ورجعت حسابات، يعني رجعت أكتف في السوشيال ميديا. بعد فترة سحبت حالي وطلعت على تركيا، بس أنا طلعت على تركيا أني أستقر في تركيا وأدرس في تركيا، ما طلعت أني أصور مع حدا ولا أشتغل مع حدا. أنا طلع أصور لحالي، طبعا أشتغل لحالي، أصور لحالي، أدرس لحالي، مو بحاجة أحد. دخل علي هذا الشخص وطلب أنه أصور معه فيديو كليب، ما كنت أعرف شو هو الفيديو كليب بصراحة. تقول هنا أنه من حوالي تقريبا 7 شهور يلتقط ويا محمد جواني وطلب عنها أنه يصور وياه فيديو كليب اللي هو فيديو كليب بخسرتي حالك. عشان أكون معكم بصريحة، لو أنا بعرف أنه الفيديو كليب اللي أنا تصورته رح يكون زي هيك ورحمة أمي ما تصورته، جد بحكي معكم. طبعا حبايبي كتير ناس عم تبعت لي بالدايركت وعك مايا توقع بالفخ مرة تانية وعك هيك. حبايبي أنا وعيت وأنا كتير انقرصت والحمد لله اتشافيت من الاشي اللي صار معي. يعني انتوا بتحكوا 4 شهور انا كمان انقطعت عن السوشيال ميديا، بطلت انزل، بطلت احكي، ما الي نفس من اللي صار معي. ما بدنا نطول عليكم بالحكي، طبعا انتوا بتعرفوا وصلت تركيا، حكيت مع شخص من اصحاب الشخص اللي انا صورت معه، شخص كويس كتير محترم وآدمي. قلت له شوف لي بيت، قال لي بشوف لك بيت بالمجمع تبعنا. طبعا هذا بينك شلون شخص محمد جواني شخص طيب وحباب، رغم كواي شخص يهتجمون عليه ويحجون عليه، ولك شوفوا شلون شخص بالأرض الواقع ساعدها ووقف وياها، ما قصر وياها أبدا، وتقول عليه شخص محترم. قلت له أوكي، حكى لي تعالي موجود أنا والبنت، هي نفسها البنت اللي أنا أعطيتها تلفوني وسكنتها معي. طبعا قعدت معهم وهيك. تاني يوم بيجي الشخص اللي أنا صورت معه بيطلب مني أني أنا أدخل معه فيديو كليب. صراحة أنا ما كنت بعرف شو فكرة الفيديو كليب، وقلت لكم من قبل لو بعرف شو فكرة الفيديو كليب، لأنه إحنا ما صورنا الفيديو نفس الوقت، يعني كان كل لقطة لحال، فأنا ما كنتش فاهمة إشي. صورنا الفيديو كليب واللي هنا تقصد أني صورت فيديو كليب خسرتي حالك. الأمور تمام، وكان الشخص كويس كثير وبالعكس كان طيب وآدمي وما في منه. خلصنا تصوير طبعا، وصاروا أنه بدنا نصور هيك، بدنا نصور. طبعا مع الوقت اللي صار وهيك تصوير وهذا، ما اخذت البيت، بعدين اخذت البيت، بعدين الشخص هذا دفع لي كاش من ايده وانا دفعت له اياهم فيزا، فانه ما في حد طبعا دفع عني البيت ولا شيء. هو اكيد يعني شاف لي البيت وساعدني بهذا الاشي، ربنا الله انا ما بكذب. خلصنا من البيت، البيت اللي استاجرته كان ساكن فيه شاب اردني اللي هو كان خطيبي. طبعا خطيبي يا حبايب اللي هو عامر، اللي هو هذا الولد يا حبايب اللي الان من محمد جواني اجر لها البيت اللي هي قاعده بيه بتركيا. عامر هو كان ساكن بنفس هذا البيت، هي راح تلتقط وياه وسوت اشياء زائد 18 وياه، وبس محمد جواني عرف الموضوع اكيد حقه انه يعصب ويضوج من هذا الشيء. فسخنا قبل كم من يوم وطلقنا. كان ساكن فيه وهو طالب يدرس في الجامعه، فتعرفت عليه للشاب وتعرف عليه، صرنا نحكي انا وياه مع بعض، تصورنا تيك توك. الشخص هذاك زعل و يعني صار هو كان انه بده يكون معي وهيك، انا مش فاهمه ايش اللي صار. صارت مشكله. شو طبيعي محمد جواني راح يضوج من هذا الشيء، لانه هي راح تتصور ويا شخص رغم انه هي فريق محمد جواني راح صورت ويا غيره. هو مد ايده علي وضربني كف وغلط علي وحكى لي حكي، يعني انا ما استحملته، سحبت حالي وطلعت. والله العظيم هذا اللي صار بالضبط. يعني انا ما طبعا يا حبايبي بعد ما هذا الشخص مد ايده علي، يمكن من حرته هو بنفس الوقت حرام صالحني وطلعني معه بالسيارة وجاب لي وردة واعتذر لي، وانا وافقت على الاعتذار. بس انا تقولنا انا بعد ما محمد جواني راح ضربها كيف تقريبا بنفس الثانية او بنفس الدقيقة راح هو اعتذر من عدها وراح جاب لها ورد وصالحها وهي قبلت الصلح مالته ورجعوا اصدقاء. ولكن هنا يا حبايب ركزوا زين، شو راح تكشف لهم حقيقة انه وسام تيكت هو ورا الموضوع بالكامل وشنو سوى بالضبط. اللي صار انه انا بس نزلت من السيارة، رحت رجعت على الصالون اللي هو كان مطلعني عليه قبل هيك،
والبنت اللي بتشتغل في الصالون بتكون صاحبة واحد من الرابرز، يعني هو رابرز سوري، بتكون صاحبته، بكونوا أعدائه لهذا الشخص اللي أنا معاه اللي ضربني. فهنا بعد ما صارت المشكلة اللي هي ما ضربت الكف اللي بينها وبين محمد جواني، راحت لي واحد من الصالونات مال الشعر، راحت التقت ويا تي ام اكس وخطيبته او حبيبته اللي هي رنا ووسام تيكت، اللي هم اساسا ضد محمد جواني مثل ما تعرفون يا حبايب. وشوفوا حاليا شنو صار من احداث وشنو سووا وياها. فانا ما بعرف انهم اعداء، فاجيت حكيت لهم انه ضربني وكنت عم ببكي، قلت لهم كل القصة وقلت لهم حساباتي معهم، وانا خايف حساباتي يصيروا، خايف حساباتي ينسرقوا زي قبل، وكنت كتير خايفة بصراحة. وانتو يعني اي حد يحط حاله مكاني رح يفكر نفس التفكير، تمام؟ انه انا اجى تفكيري اول اشي انه بالحسابات، حلو؟ طبعا رحت عندها على البيت، وكان موجود الشاب اللي بيغني هذا الرابر، وكان في واحد تاني برضه مشهور بيغني، وكانوا قاعدين كلهم، عرفتوا كيف؟ فصاروا يقولوا لي عشان ما نأمن لك الحسابات، وانا عن جد هنا هي راحت البيت تي ام اكس، وكان موجود وسام تيكت، وهم امنوا لها اساس على حساباتها بالانستغرام واليوتيوب. معاكم ما بعرف اشي في الشغلات هاي، يعني هلأ اعطوني احكوا لي افتحي حساب، ما بعرف الا حد يعمل لي كل اشي، لاني بزهق، ما بفهم في هاي الشغلات كتير، ما ايه كتير على الشغلات هاي. صار يقولوا لي اعطينا الكود يوصل، كود اعطينا الكود يوصل كود، انه هيك امنوا لي الحسابات. هلأ الحسابات مستحيل تنسرق، هيك احنا غيرنا لك كل اشي، غيرنا لك، ما حدا بيقدر يفوت على حساباتك الا انتي. راحوا بعد ساعة وانا قاعدة عند البنات، حساب يوتيوب بيطلع، تيك توك بيطلع، كله طلع، ما ضل غير الانستغرام. فهنا تقول برا الساعة بس يا حبايب من التقت ويا وسام تيكت، تكرت فجأة حسابها باليوتيوب وغيرها من سناب شات. فهنا صارت تتوقع انه محمد جواني برا هذا الموضوع بالكامل، راحت فتحت بث وصارت تهجم عليه. شوفوا شنو صار بالضبط. فتحت بث وكنت منهارة، اللي حضر اللايف بيعرف قديش كنت انسانة راح اموت. طبعا بالوقت اللي انا كنت فيه كتير منهارة وما كنت عارفة ايش بدي اعمل، الاشخاص اللي كانوا معاي يعني خلوني اني انا افكر انه هدول، يعني طب انا نسيت، انا مش مركزة، انا مو مركزة فعلا، ما كنت مركزة انه قبل ساعة انا امنوا لي حساباتي هدول الناس، ما خطرت في بالي. انا بتذكر انه باسورداتي مع هدول، انه كيف صار هيك. فاللي صار اني انا رنيت على الشخص اللي انا كنت انا وياه نصور مع بعض من قبل، وسرق لي حساباتي وهيك، ما بعرف ليش رنيت عليه. وقت راحت اتصلت ببيسان وانس الشايب اساس على مود يرجعوا لها حساباتها بالانستغرام واليوتيوب. ردت علي البنت وردت علي امها وحكوا معي، وصرت ابكي وهم يبكوا، وما قصرت في الحكي طبعا، انا ما بكذب، انا ما قصرت في الحكي ولا على حد. بعدين اللي صار يعني الموضوع خلصت حكي، رن علي الشخص هذاك قال لي انا بدي ارجع لك الحسابات اللي هو كنت اصور معه. طبعا اللي صار انه تواصل معي اللي كان بيصور معي، وفعلا رجع لي الحسابات، وانا كنت بتهلز عليه لاني كنت صرت بتواصل مع هتلاك الناس وفهموني شو اعمل وشو اسوي، وانا انسانه كلمه بتسديني وكلمه بتجيبني كنت يعني، اما هلا لا، كنت هبله كثير يعني. اخذت القناة ورجعت كل حساباتي ورجعت كل اشي، وبعدين فهموني شو اطلع احكي بالفيديو اللي هو على اليوتيوب اللي نزلته لمدة يوم او يومين ومسحته. طلعت وهنا تعترف شلون انه بيسان وانت هم كانوا يعلموها بالحكي، وشلون كانت تحكي بالفيديوهات ضد محمد جواني وعلينا. حكيت وما قصرت في الحكي طبعا، وزودت كمان بالحكي عادي، يعني انه انا كنت كثير مقهورة، وكنت مفكرة انه لسه كنت مفكرة انه هم اللي عملوا فيه هيك ورجعوا لي حساباتي وهيك، انه ما درت لي هاي الاشي الا بعد ما انا هديت. يعني فعلا انا بحكي لكم، انا كل الاشياء اللي صارت معي خربطت مخي، انا كنت زي الكره، زي اللي بيلعبوا فيه كره، هدول كلهم بكرهوا بعض وحط. طبعا انا ليش بفهمكم هذا الحكي وليش فتحت الموضوع هذا، لانه كتير ناس لحديت هلا، ناس تجيني في الدايركت بتغلط علي، ناس تجيني في التيك توك باللايف بتغلط فيني بتحكي وهي مو فاهمه اشي. انا يا جماعة الخير اللي صار معاي، انا كنت زي عبارة عن طعم للكل، يعني انا انظلمت من كل الجهات، هدول بدهم ينتقموا من هدول، وهدول بدهم ينتقموا من هدول، وهدول بدهم ينتقموا من هدول، لقوني انا بالنص هبلة بفهم شي مسكينة هلا البركة كنت يعني. بس انه انا هلا لا، تعلمت اكيد انه الانسان لما كتير ينقرص في حياته بتعلم. فاللي بدي اقولكم اياه انه انا بطلت اثق في حدا، بطلت اتعامل مع حدا، ولا بيهمني اني اتعامل مع حدا. الله يسامح الجميع، واذا انا كنت ظالمه حد الله بحاسبني،
والناس اللي ظلمتني برضو الله بيحاسبها، لأنه الله شايف كل إشي صار. حاليا يا حبايبي هي كشفت الحقيقة بالكامل، انه وسام تكت هو ورا الموضوع بالكامل، هو اللي سرق حسابات جمال وتهم محمد جواني بيها، وبنفس الوقت بيسان وانس هم كانوا يعلمون ماي جمال شنو تحكي، والوحيد اللي كان مظلوم هو محمد جواني بكل هذه القصة، اللي حاول انه يكون هو شخص طيب ويساعد ماي جمال، والكل رغم انه هو صار ضده مثل وسام تكت وغيره، رغم انه هو ما اذاهم ما سوى لهم اي شيء بهذه الفترة، ما ادري صراحة ايش قاعد يسوون. الوحيد يا حبايب ناخذ عبرة من هذه القصة انه لا تأمن بأحد، وبنفس الوقت لا تتهجم على شخص قبل ما تتأكد. انا هو بصراحة بهذه الفترة جت تهجم علي، رغم انه انا وقفت وقتها ويا الحق اللي هو محمد جواني ودافعت عنه وكشفت الحقيقة بالكامل، الا اجاني هواي تهجم، رغم انه حقيقة مثل ما حاليا شفتوا كشفت لكم الشخص اللي طلعت سويت الدراما كلها، كشفت لكم انه محمد جواني هو الحق وان هذاك ما ورا الموضوع بالكامل. بوصل حبايبنا وصلت المقطع من مقطع جوكم، لا تنسون تفجروا هذا المقطع باللايكات، وبس كانكم فهد زين من قناة مكتل القصص، مع السلامة ومرحبا زدتكم مقطع على القناة.